إلى الجحيم يا هايم. إيه ده، أنا شامم ريحة شياط. زار دي ريحة النار اللي قايدة في قلب محب. هيبقى منظره مسخرة وأنا داخل القناة وبهدله قدام كل العاملين في القناة وأنا بتنطط جوه ولا هو قادر يفتح بقه. هشعلله، هفلفله. قناة كيوبيد الفضائية تقدم أسعد زوجين فين؟ فكرة وإعداد محب زكي الشبكشي. تفضلي يا نسخة، تطبعي لي دي غلاف وتعملي لي منها 20 نسخة. حالا يا فندم. الله، ونقبك طلع على شونه يا هايم. تعالى جرسون. افندم يا بيه. فين الواد الجرسون الابيضان اللي هنا؟ الابيضاني؟ حضرتك تقصد ابراهيم ولا عربي؟ عربي انجليزي فرنساوي ما يهمنيش، انا عايزه فورا والا هبلغ البوليس. تعالى يا جرسون، تعالى تعالى هنا. مش ده الدكتور زعتر؟ وده ايه اللي جابه هنا؟ دي اعملي نفسك مش شايفاه. مش شايفاه ازاي؟ ده عينيه جت في عينيا. ادي النيله لا يكون جاي بيدور عليا وعارف ان انا سرقت فكره البرنامج من الكتاب بتاعه. انا شفتكم فين قبل كده؟ مش انت بتاع دوحر؟ ازيك دلوقتي؟ الحمد لله انا شفيت خلاص. اتفضل معانا يا دكتور، اتفضل. ايه اتفضل فين؟ سامعه على استنى عندك. انا عاوزك. عايزني في ايه؟ عاوزك تكون شاهد على اللي هيحصل دلوقتي. انا لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا. في ايه بس يا فندم؟ انا لسه ما اتخلقش اللي يستقرضني. اذا كنت فاهم ان انا دكتور وبيه، لا ده انا صايع وصايع قوي. صحيح انا ساكن في مصر الجديده، لكن متربي في حاره الشارع شحلي. في ايه بس يا دكتور، مالك؟ افهم بس يا بيه. انا امبارح كنت عازم بروفيسور امريكي على الغدا هنا. مظبوط يا بيه، واعتقد قمت مع حضرتك بالواجب كويس قوي. قمت بالواجب؟ عشان تقوم بالواجب تقوم تسرقني يا لسه حرامي؟ لا لا يا حضره، انا ما اسمحلكش ابدا. لا تسمح لي ونص. الله الله الله، جرى ايه يا دكتور؟ مش كده، ما يصحش ابدا. امبارح جاب لي الفاتوره والحساب 21 جنيه. روحت البيت براجع الفاتوره لقيت الحساب 20 جنيه بس، يعني خمني في جنيه. يا بيه هتدق على جنيه؟ انا اللي يسرق مني مليم احرقه، اولع فيه، اخلقه. يا دكتور يا دكتور، مش كده، هتضيع نفسك عشان جنيه؟ قولي لي هانم يا بيه، عيب هتموتني عشان جنيه؟ اصلك ما تعرفنيش، انا اللي ياخد مني مليم غدر اخلص عليه. انا مراتي مره غلطتني في 8 صابونه طلقتها. هو حسابك كام يا ابراهيم؟ 2 جنيه يا بيه. ادي جنيه. ناقص جنيه يا بيه. يا راجل هتدق على جنيه؟ اقعدوا بالعافيه. سلام عليكم. هات الجنيه ده بتاعي. بص بقى يا هايم، انا ابتديت اقلق جدا من الدكتور اللي اسمه زعتر ده. ليه؟ انت ناسي ان انت لاطش الاسئله بتاعت البرنامج من الكتاب اللي هو مألفه. لا مش بتاعته يا هايم. مش بتاعته ازاي؟ وبعدين ما تنساش انه قلب الدنيا على جنيه، مش حال بقى لو عرف ان انت واخد الاسئله من الكتاب بتاعه. حبيبتي انا واخد روح الفكره بس، انما الاسئله كلها بتاعتي انا. خلاص انت حر، انا قلت انورك. انا بس مش عارف ليه محب ما اتصلش بيا لغايه دلوقتي، يكون نمر تليفوني راحت منه. على اي حال حبيبي انا هستاذن، هنزل لازم اروح للكوافير دلوقتي، كوافير ابو الوفا عشان يروق. كوافير ابو الوفا؟ في كوافير اسمه ابو الوفا؟ ليش كده؟ اضحك عليكي. سنتر، بيوتي سنتر ابو الوفا.
عايز التنويهات تنزل من النهارده. ودي هنكتب فيها ايه يا استاذ محمد؟ ودي عايزه نبهه، انتظرونا في رمضان، قناه كيوبيد الفضائيه تقدم لكم المفاجاه. وهي دي صعبه؟ دي سهله جدا يا فندم. لا دي مش سهله خالص، انا عايز معاها جرافيك، عايز معاها موسيقى مصاحبه تفرقع. دي قنبله، ده برنامج فجوره. عارف يعني ايه فجوره؟ المره دي بقى يا اسطى ابو الوفا عايزك تعمل لي تدريجه امريكاني، تدريجه على مستوى النجوم بقى، حاجه على فرانك خالص. ايه انت داخل على جواز المره دي ولا ايه؟ لا جواز ده المرحله اللي جايه، المرحله دي بقى مرحله كبيره شويه، فيها بقى صحفيين وفيها تلفزيونات وفيها صور، شهره بقى شهره تلفزيون. مش فاهم. بص انت بتشوف المحطات الاجنبيه السي ان 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 طبعا، لاري كينج والتسريحه بتاعته دي، بتشوف البيت بيت 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 بيتك الواد الامور تامر بسيون وعمك محمود سعد بلي حلاوه ودي السبسبه. انا عايزك تحط لي خبرتك بقى، خبرتك ال 30 سنه اللي انت اشتغلتهم على الرصيف، الخمس سنين اللي قعدتهم في السجن، الثلاث سنين اللي اشتغلتهم في المحل، خبرتك دي كلها حطها في راسي. عندي عندي أنيسة هند. أيوة يا محب بيه. خلصتي كتابة الغلاف بتاع البرنامج؟ بيتبعوا يا فندم. طيب هاتهولي بسرعة. حاضر. اتفضل الغلاف طالما حضرتك. يبقى كده تنزلي تجيبيلي الأستاذ شركس من إيده وبسرعة عشان نبتدي الشغل في البرنامج. حاضر يا فندم. انا شايف في حركه جامده قوي في القناه. خير يا استاذ خليفه؟ خلاص خلاص فرجت يا عبده، والبلية هترجع تلعب تاني مع محب بيه. يسمع منك ربنا، احسن بيني وبينك الحساب تقيل قوي عند اللي بيشتغلوا في القناه، كلهم بيشربوا عنوته. ما تقلقش، كلها اسبوع بالكتير وجيبك يرجع يتملي فلوس من تاني. اظهر انه محب بيك انا عنده حق. في ايه؟ اما كرش الجدع اللي اسمه هايم من القناه. انت شايف كده؟ من ساعه ما مشي وفي حركه في القناه، الظهر انه كان نحس على محب بيه. اخيرا الدنيا هتزهزه لي وهبقى مذيع. انا مش قايل لك الكلام ده بدل المره مليون مره وانت ما بتسمعش الكلام. ده ابن حلال. البركه في الفنجان بتاعي يا استاذ. البن ما حصلش. ديك عليا اما المسائل تزهزه معايا باذن الله هفتح لك محل بن كبير جدا. بن ايه يا استاذ؟ انا ما بعملش الحكايه دي غير عشانك انت مخصوص، لانك بس عزيز عليا. الله يعزك يا بركه. طالما بقى ناوي تفتح لي محل بن، بدل البن افتح لي محل كبير لتلميع الجزم. تلميع الجزم؟ يا راجل انت هتفضل طول عمرك فقري كده؟ يا استاذ المهنة دي أنا بحبها، بعشقها، هي كل حياتي. يعني أنت ما تقدرش تعيش من غير الجزم؟ ما أقدرش، حياتي تضيع من غيرها. أنا أعرف إن في ناس ما تقدرش تمشي من غير ما تتضرب بالجزمة، إنما ناس تعيش في حضن الجزمة ده جديد. أنا هقولك على سر، أنا أعرف الواحد من دول في كام في جيبه من لون جزمته. ان شاء الله ده علم جديد، ده بقى الجزميلوجيا. تقدر تقول كده. يلا بقى انشط كده وافتح لي محل لتلميع الجزم. مش لما امنيتي تتحقق الاول وابقى مذيع ناولني الفرده؟ خلينا نتكل على الله. فجيت المحطه تاني. انزل، انا جاي معايا قنبله هفرقع الدنيا. اطلع. قنبله؟ اطلع. باقي الحساب اللي عليك 9.5 جنيه. انزل. انت؟ ايوه يا فندم انا. لما ساعتك اتاخرت عليا في التليفون قلت اجي بنفسي واوفر عليك تمن المكالمه. انت جاي ليه دلوقتي؟ جاي عشان اقف جنبك. تقف جنبي؟ يا راجل ياما وقفت جنبك ايام المحاره. حتزوم مش حلو، مش وقته. راجل ده انا سهرت ليالي وافكر ازاي انقذك من الافلاس والخراب والدمار اللي هيحلوا عليك. افلاس وخراب ودمار؟ انت جاي تفول عليا؟ لا انا
وصلت للحل، وصلت لفكرة البرنامج اللي هتنتشلنا كلنا. برنامج ايه؟ برنامج أسعد زوجين فين؟ يا سلام، وانت مالك ومال البرنامج ده؟ وانا مالي ازاي؟ ما هو البرنامج ده بتاعي انا. يا كذاب يا حرامي. اوبا، الحالة رجعت له. لازم عايز بيت شعر. وانت يا نسيت الكلام في جيب المنطلون الابيض. خرس يا كذاب يا نصاب يا محتال يا عوانطجي. برنامج اسعد زوجين فين بتاعي انا. سهرت ليالي شهر كامل اما عينيا فيه غير لما كتبته. يا استاذ، البرنامج ده بتاعي انا وفكرتي انا، وانا مقدمه للوكاله باسمي. تكونش فاكر انك تعرف تفكر في فكره برنامج؟ وده اللي حصل. كذاب. انا مش كذاب يا سمحيب. دلوقتي تشوف بنفسك. الحاجه الوحيده اللي انا شايفها ان انا صاحب فكره اسعد زوجين فين، ومش كذاب. شوفوني حلف النصاب اللي قاعد في مكتبي ده. برنامج اسعد زوجين فين بتاع مين؟ فكرتك واعدادك طبعا يا استاذ محب. طبعا طبعا، الكلام ده مظبوط. كلنا عارفين كده، وانا كمان مخرج البرنامج، ودي فكره جهنميه يا استاذ محب. كذابين كذابين كذابين، كلكم كذابين. الفكره دي فكرتي انا. بس النسخ دي حضرتك بتقول عكس اللي انت بتقوله. ايه ده؟ برنامج اسعد زوجين فين تاليف محب الشبكشي؟ ده تزوير، ده كلام فارغ. لا 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 لا، البرنامج ده برنامجي انا. اطلع بره، اطلع بره، مش عايز اشوف وشك في المحطه هنا تاني. ارموه بره. مش هتقدر تغمض عينيك ولا هتقدر تفتح عينيك فيا، انا صحيلك قوي. اتفضل يا استاذ، انا مسجله في الشهر العقاري باسمي انا، وادي عقد التسجيل. انت الشهر العقاري لحقت تسجله امتى؟ المرة دي أنا صحيلك قوي يا محب يا زكي يا شبوكشي. ودلوقتي قلت إيه؟ هل ناوي تسرق البرنامج؟ ماما! يا ماما! ماما! في إيه؟ باركيلي يا ماما، باركيلي. أبارك لك على إيه يا دنيا يا بنتي؟ هايم يا ماما، هايم. هايم يا دي، هايم بتاعك ده. هايم يا ماما، الدنيا هتضحك له، الدنيا هتزهزه له. ابقي يا اختي قابليني. لا والله بجد، هايم بقى صاحب فكره برنامج. صاحب فكره برنامج؟ يخيبك، ده انا فاكره انك هتقولي لي انه بقى صاحب اجنس عربيات. اجنس عربيات؟ لا، صاحب فكره برنامج يعني البرنامج ده هيجيب له شهره، والشهره هتجيب له فلوس، والفلوس هيقدر يتجوزني بيها. برنامج وشهره وفلوس؟ والله ما انا فاهمه منك اي حاجه. بصي حبيبتي، انا هفهمك. البرنامج ده برنامج مسابقات، يعني في اسئله، اللي هيجاوب على الاسئله وهيبعت لنا رساله عن طريق التليفون المحمول ممكن يكسب جائزه كبيره. زي فوازير رمضان. ايوه، حاجه زي كده يعني. طب واسي هايم بقى هيرقص كده ويغني زي شريهان ونيلي. شريهان ونيلي؟ ايه يا ماما، انت مالي التفاهم معاكي بقى صعب كده؟ ايه اللي بتقوله ده يا متر؟ تريس يا استاذ محب، تريس. انا رحت بنفسي الشهر العقاري واطلعت على السجلات الرسميه وتاكدت فعلا ان برنامج اسعد زوجين فين متسجل. متسجل باسم هايم؟ ايوه، متسجل باسم السيد هايم عبد الدايم. السيد هايم عبد الدايم، هي دي الحقيقه المؤكده. طب وايه الحل يا متر؟ الحل في ايه؟ انا عايز البرنامج ده يتذاع باسمي انا. لا يجوز قانونا. امال ايه اللي يجوز قانونا؟ الحل الوحيد ان السيد هايم عبد الدايم يكتب لك تنازل عن فكرة البرنامج باسمك انت. ملهاش حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد المتاح. يا متر انت محامي كبير وتقدر تلاقي ثغرة. مؤكد. طيب شوف لي اي ثغرة، اي شخرم، اي مخرم كده يعني. شخرم؟ اقصد بند في القانون يعني. ما ينفعش يا استاذ محب، القانون قانون. يعني ايه؟ يعني البرنامج قانونا متسجل باسم هايم. طيب انا بقى هشوف حل تاني. بتقول ايه؟ لا ولا حاجه، ما انا مش ممكن اسيبك يا هايم تنتصر عليا. اللي انت شايفه اعمله. هعمله،
أنا وأنت والزمن طويل يا هايم. الحمد لله ربنا سترها معايا. يعني لو ما كنتش سجلت البرنامج باسم في الشهر العقاري كنت رحت في شربة مية. اغص على محب. الحل إيه دلوقتي يا سي بركة؟ الحل في ده يا أستاذ هايم. قهوة؟ مشاكلي مع محب تتحل في فنجان قهوة؟ أيوة يا أستاذ هايم. اشرب وشوف. يا راجل كذب المنجمون ولو صدق. يا راجل مش مشكلة، أدي إحنا بنتسلوا. نتسلى معلش. خد. ياه معقولة في حد بيشرب الفنجان كده؟ هي عشان تقراها لي بسرعة. ياه ايه ده؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ايه يا ابني في ايه؟ قدامك خير كتير قوي. بجد يا بركة؟ صدقني المشوار اللي عايز تروحه روحه حالا دلوقتي ان شاء الله وانت قاعد. انا فعلا كنت عايز اروح اقابل الاستاذ شوقي رعد مدير وكاله الاعلانات. روح له حالا دلوقتي وهناك هتلاقي الخير كله. طيب عن اذنك خد جزمتك يا استاذ. اصلح. مش هتدفع تمن فنجان القهوه؟ معقوله؟ البركه فيك يا بركه. ايوه رجاء. ايه طبخه ايه النهارده؟ ملوخيه يا رجاء. ما انت عارفه الملوخيه بتعمل لي تلبك معوي وصداع في القولون. انا ما اقدرش اعمل ملوخيه خالص وانا لسه صغير على الملوخيه. انا بتاع ملوخيه. لا مش قادر راجع الغدا. اتغدى انت والولاد. مع السلامه يا اختي. ايوه يا شوق. توتي حبيب قلبي روحي عينيا. انا النهارده عامله لك الملوخيه اللي انت بتحبها. ايه عامله لي ملوخيه؟ ده انا بموت في الملوخيه. لازم تيجي على الغد. لا طبعا جايه اتغدى حتى لو كان ورايا. انت ما انت عارف طبعا نفس الكلام تلاقيك بتقوله لمراتك رجاء. وطبعا القديمه تحلى يا استاذ شوق. لا لكن مش هتكون احلى من الجديده لما تكون في حلاوتك يا سكر يا عسل. انت يا عسل. ممكن اقابل الاستاذ؟ بخصوص ايه؟ بخصوص مصيبه في عمليه نصب هتحصل هتخرب بيتك وبيت الوكاله. نصب ايه يا استاذ؟ حضرتك بتتكلم عن ايه بالظبط؟ ممكن تاخدي لي اذن ولا اقول لك انا هدخل بنفسي؟ يا استاذ ما ينفعش كده. يا استاذ لازم ابلغه. طيب يا حبيبتي مع الف سلامه. مع السلامه. يا سلام. هايم عبد الدايم انا جاي بنفسي وجاي امسي. يا فندم انا اسفه جدا بس هو اللي داخل من غير ما يستاذن. طب روح انت على مكتبك. اتفضل يا استاذ هايم. انا هدخل في الموضوع من غير لف ودوران. انا جاي احذرك الوكاله دي ممكن تتقفل ويتخرب بيوتكم واحد واحد. ليه بس في ايه؟ في مصيبه هتنزل على دماغكم كلكم واحد واحد. الله مصيبه ايه؟ مصيبه اسعد زوجين فين؟ البرنامج اللي انت قدمته لي. ايوه يا فندم انا مش مقدم لسعادتك البرنامج ده باسمه. ايوه يجي الاستاذ محب صاحب المحطه عايز يحط اسمه على البرنامج ويفلسعني. انما على مين؟ انا مسجله في الشهر العقاري باسمي ومسجله كمان في اتحاد حقوق الملكيه الفكريه. يعني مقفلها عليه من كل ناحيه وانا يا فيها يا خفيها ومش هيقدر يفلفص. لو اسمي ما اتحطش على البرنامج ده بشرفي هفضل ادوحر لحد ما اخد حقي. طب بس ايه ده؟ بس ايه ده؟ بس عشان اعرف افهم الموضوع. انا مش ههدى واديني جيت بنفسي عشان احذرك. وقد انظر من ازعر، قصدي ازعر من زرزر. يا حصان الزرزر انت بتهددني يا استاذ. ايوه بهددك. تهددني؟ ماشي يا هدى هاتي كل العمال اللي عندي وانزلي تحت عند البواب. لو عنده اي حد مستضيفه خليهم يطلعوا عشان يطردوا الاستاذ ده من هنا. امشي اطلع بره. انت بتطردني يا شخص؟ ايوه بطردك يا شخص. بره. بكره تندم يا جميل يا ابو شعر حرير. شعر حرير؟ انا شعر حرير؟